كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، في هذا الاثناء كيتم ايقاف واحد جوج ديال الاشخاص مشتبه بهم بانهم كيقوموا باعمال السرقه هنا وسط المدينه على الفور. تم ايقاف ديالهم من طرف عناصر فرقه الدراجين التابعه لمنطقه اونفا بمدينه الدار البيضاء، وعلى الفور دخلت سيارة النجدة اللي غادي تقوم بالنقل ديالهم الى مصلحة الشرطة. جوج ديال الاشخاص اللي حديثي الخروج من السجن، جوجهم يلا خارجين من الحبس، كانوا كيقوموا هنا حسب ما علمت قناة شوف تي في بانهم كيقوموا بعملية القرطة. حاولوا انهم يقوموا بعملية القرطة احد المثليين، ثم احد زبناء هذاك المثليين شافوهم الناس، اتصلوا برجال الامن، جاو على الفور وتم الايقاف ديالهم. غادي يتم النقل ديالهم الى مصلحه الشرطه لمنطقه اونفا من اجل فتح تحقيق معمق في حقهم واتخاذ الاجراءات القانونيه معهم قبل تقديمهم الى العداله. للتذكير فجوج ديال الاشخاص حديثي الخروج من السجن وبتهمه السرقه، يعني ما تردعوش وما هداهمش الله، ربما تكون عندهم حتى العودة السريعة إلى السجن. إن القضاء الذي سيقرر عموما هما في مقتبل العمر، شابان كيبلغوا من العمر حوالي 21-22 سنة. برافو العناصر الأمنية ديال منطقة أنفا على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها خصوصا في هذا الوقت المتأخر من الليل. وفي الأثناء كيف كتشوفوا سيارة ديال الشرطة اللي تقوم بالنقل ديالهم إلى مصلحة الشرطة بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.